انتي ما بتعرفيش تقومي صح؟ لا بعرف. لا بتعرفيش؟ لا بعرف يا مصطفى. يبقى اخرك عمل بسين، بسين الاطفال، تقعدي تبلبطي كده في نص متر الميه ده كده، تقعدي تقومي فيه. اه. لكن تخافي تنزلي بقى البحر. اوكي. تشربي الميه بتاعت البحر تقعدي ترجعي. انا بخاف خلاص. طب قولي لي يا جن. نعم. هو كان الكاوتش، كاوتش موتوسيكل ولا عربية؟ ايه الكاوتش ده بتاع ايه؟ الكاوتش اللي انت كنت بتنزلي بيه زمان كده بجمصة وتقعدي تبلبطي وتلبسي كابتن فيلم. المفروض اضحك يعني صح؟ اه؟ تمام. لا سوري، يبقى انت ما كنتش بتلبسي الكاوتش ده. تمام. تفرشي هنا كده على الرملة وتجيبي بقى حلة المحشي والرنجة والفسيخ والملوحة، تعرفي تنزلي المية وتقعدي بقى تبصي كده. صح؟ مصطفى سيبني في حالي بجد. سيبني في حالي ايه والنبي؟ لكن واحدة في سنك تعمل اللي انت بتعمليه ده. يعني ايه في سني؟ ماله سني؟ اه والله مش عايشة سنك، لابسة البدلة في الشغل، جايالي هنا في البحر بالملاية اللي انت لفاها دي. على فكرة أنا زي كل البنات. والله ما زي كل البنات. وبلبس وبعمل كل حاجة. بتلبسي فين ده؟ أنا ما شفتش أنا أي حاجة. عايز أنزل شغلي ازاي يعني؟ دي طريقتي، ما حدش له دعوة بطريقتي، دي حاجة غريبة جدا. يا ستي تعالي الشغل بلبس بنات باللي انت بتعمليه ده. وبعدين بقى؟ طب احنا دلوقتي البحر. والله العظيم اسماعيل اشتري مني. احنا دلوقتي البحر. المفروض تيجي بلبس كده يعني ايه؟ شورت. تمام؟ كتاية. لكن الفستان ده ايه ده؟ مالكش دعوة بفستاني. ستان ده؟ ستان ده؟ سيبني في حالي لو سمحت. أنا هسيبك في حالك، أنت آخرك أصلاً المكتب، البيت، المكتب، البيت، تقعدي مع شريف تعملي برزنتيشن، تعملي كل الكلام دوت، لكن أنك تتبسطي وتعيشي حياتك وتعيشي سنك، كل ده ولا في دماغك، ولا تعرفي تعمليه. على فكرة أنت مالكش دعوة بحياتي، وأنا بعرف أعمل حاجات كتير جداً، وعندي حياة خاصة، وعندي أصحاب، وبعمل زي كل البنات ما بتعمل، مش عشان أنا واخدة بالي من شغلي تسمح لنفسك تقولي الكلام ده، وبعرف أعوم، بعرف أنزل المية، وأدي النضارة، وأدي الشبشب. تضربيني ولا إيه؟ وأدي المية. عايزه اقول لك اني بقيت بستمتع باي حاجه بعملها، اكل، شرب، لبس، خروج، حتى الشغل. هتفضلي كده؟ انا مبسوطه قوي كده. عارف لما تبقى في سبق وعمال بتجري تجري تجري ومش عارف انت بتجري ليه، وفجاه ترتاح قوي؟ اهو ده سيف في حياتي كده. عايزه تقولي لي انك هتسيبي سيف؟ أنا سبته أوريدي. هتطلقي؟ كان أصعب قرار عندي إن أنا آخد القرار إني أبعد عنه، وأنا عملت كده، فبقى طبيعي جدا إن إحنا لازم نتطلق دلوقتي. مش يمكن هو مش عايز يعمل كده؟ لا، سيف هيعمل اللي أنا عايزاه. وإيه اللي خلاكي متأكدة بالشكل ده؟ عشان أنا عارفاه. هديل، من كلامك عن جوزك الراجل ده بيحبك، أنا عارف وأقدر أحس بالراجل ازاي، بصرف النظر بقى هو عايش ازاي، بيعمل ايه في حياته، الراجل ده بيحبك. أولا أنت مش زي سيف، سيف أناني جدا، أنت مش أناني. مش عرفك؟ معرفش، نظرتي يعني إحساسي بيك كده. مش يمكن عشان إحنا أصحاب انت حاسه كده، لكن لو كنت جوزك مثلا كنت هتحسي ان انا زي سيف اناني برضو؟ انت مش فاهم، سيف بيعوز كل حاجه في نفس الوقت. ومين مش عايز كل حاجه في نفس الوقت؟ مفيش راجل ما بيعوز كل حاجه في نفس الوقت، بدليل احنا الاثنين اصحاب اهو، لان انا محتاج صديقه ومراتي مش عارفه تعمل معايا كده، وانت برضو نفس الحكايه. ممكن نغير كلام في الموضوع ده، انت عايز تبوظ لي مودي وهتسد نفسي ومش هكمل الساندوتش بتاعي. سوري سوري، خلاص تعالي نغير الموضوع. فاكره اول مره قابلتك؟ كان علشان شغل، فاكره؟ اه، معرض السين. ايوه بالظبط. من ساعتها اللي انا رحت
سألت على الناس ديت، ناس بتوع الصين، ولا هم جم ولا المعرض اتعمل ولا أي حاجة حصلت، بس عرفتك. زميلك مش أحسن؟ طبعا أحسن. خسرت مستقبلي وخسرت المعرض، كل ده عشان نبقى أصحاب. بدري كده خلصت شغلي بدري. هو بابا فين؟ هاني عدى عليه ياخده يعمل شويه تحاليل ويطمن على صحته. هاني؟ هاني بصراحه الواد جدع جدع على نفسه. خلي بابا يشاركه هو بقى. ايه العبط اللي بتقوليه ده؟ بتقولي كده ليه؟ ماله هاني؟ في ايه؟ قولي ما فيهوش ايه. ها خلاص لو طريقته مش عاجباكي هاتي له جعفر. لا مش طريقته بس يا ماما، انا حاسه انه ما ينفعش يكون جوزي. ما فيش اي كيمياء ما بيننا. كيمياء ليه وانت في المدرسة؟ ماما أنا مش فايقة. ما هو ما ينفعش تكون حياتي كده وعلى آخر الزمن أتجوز هاني. يا بنت وطي صوتك، أبوكي على وصول. أنا عايزة يسمع لأني أصلاً جاية أقول له مش هتجوز البتاع ده. شوف البت يا بنت، بقول لك وطي صوتك، زمانه جاي ومعاه الراجل عازمينه على الغدا. راجل مين؟ عريسك أبو كمال. ما تقوليش عريسك بقول لك. سلام عليكم. عليكم السلام يا حبيبي. ازيك يا حماتي؟ اهلا يا حبيبي. ازيك عامل ايه؟ تمام. ازيك يا عروسة؟ هو انت شفت ماما قبل كده؟ طبعا. شفته مره. طمني يا حاج، التحليل عامله ايه؟ لا الحاج طلع وحش، التحليل كلها زي الفل. طب الحمد لله. انا برضو تعبان. في حاجه يا حاجه مش مظبوط. ما تقولش كده بس يا حاج، هو تلاقي بس ضغط الشغل وبتاع وكله هيبقى قلسطة. قلسطة؟ عنب يعني. ما يلا تمدوا ايديكم، كلنا جعانين. يلا اول حاجه انا جعان جدا. يلا يا حبيبي. والله خدي حبيبي. كل يا واد كويس. يلا يا هبه يا بنتي كلي كلي وافتحي نفسك. طبعا ماليش نفس يا بابا. مالكيش نفس؟ لا. طب خليكي قاعده معانا واحنا بناكل. ايوه بتفتحي نفسنا. بالمناسبة بكرة هتطلع انت وهي عشان تستلموا المكان الجديد في المصنع. ها؟ كلامك على رقبتي يا حاج. بكرة الصبح ان شاء الله عدي عليك عروسة كده نروح سوا. لا هقابلك هناك. الله. طب ليه ما تطلعوش سوا سوا؟ عندي ميعاد الأول. طيب يعني خلاص. بالمناسبة بقى أنا خدت الواد ده وشاف الفيلا بتاعتك اللي هتتجوزوا فيها. اسم الله اسم الله اسم الله عروسه، حد جاب في سيرتك والله.